عرضوا ناخذ تعليقكم على هذا المقطع. اذا المقطع جاهز كنترول عرضوا لنا المقطع، اعطونا المقطع. نعمه 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 كرسي. لا نعمه 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 يا مريض نعمه. لا لا يا مريض. نعمه 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 كرسي. لا نعمه 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 يا مريض نعمه. لا لا يا مريض. منصور تعليقك على المقطع اللي انت شفته وتصرف عقاب غريبة. انا استغرب اللي سواه عقاب. بعض المتسابقين يسوي مصيبة ما تترقع. مشهد واضح. عقاب اتوقع انه خرج، يعني بدا يفقد السيطرة على نفسه، بدا يسوي اشياء غريبة. هذا شيء طبيعي، الضغط والايام تسارع والنسخه قاعده يعني يبرزون العيال فيها بشكل سريع جدا. فجاه قبع ذا قبع ذا قبع ذا قبع ذا، عقاب قاعد يواجه المصير. انصحك اخوك حاتم الصغير نعمه نعمه ما تجاوب عقاب. ما ادري والله وش التعليق المناسب الا ان شيء يعني مسيء على الشاشة. أتمنى ما تكرر. سيطر يا عقاب، الخير جاي، الأيام جاية، ما تدري لعل لقطة بسيطة مثل ما في مع ناصر الغامدي لك وقفة كانت رائعة وتضرب بالمثل ومن أجمل اللقطات اللي مرت على برامج الواقع. هذا ما يجوز منك أبدا يا عقاب. وبس أبو سحاب. والله هي الحركة مرفوضة من أي أحد يعني، بس أنا سؤالي هي أي وقت صارت؟ أي الحركة؟ أتوقع الصباحية. الصباحية فرض أنها كانت من عقوبات الجنرال. يا سلام. كيف فوتها؟ ما تابع، ما شاف الموقف هذا، كان من عقاب، إن كان مني، إن كان من محمد منصور، من أي أحد على الشاشة. نعمة وبيض وثقافة يعني مرفوضة جدا إنك تلعب بالنعمة. عليها عقوبة، عليها 500، عليها 1000. لكن المفروض انه ما سلم من العقوبه. ممكن تصادف الامور هذه في المباريات الجايه، لكن مرفوضه جدا. ترجع للجنرال يعني. اي يبدا انا بالنسبه لي اذا الجنرال بدون اللقطات هذه فوته ما يتابع الجنرال. التصرف هذا خطا جدا جدا جدا. انت في خطأ كلام. اي ابداح الجنرال.